اغفر لي نغفر لجميع المسلمين. عاودنا شي حاجه شي طاري فتراتك الحمد لله طاري فتراتك في السجن باش ندوز الموضوع ديال السجن حاجه اخرى. عمرو قال لي شي حاجه في السجن شي حاجه كتضحك شي قصه شي عبره اللي كتضحك لي شوف بلاد ما انا مخلي رزق وجهي للحبس علاش الله عليك شي شي واحد يدير باز مالك اخي اخويا راه مالك شنو بحال واحد سارق لبا خروف سريع مالك سرقت لبا خروف والله اخويا خي الشير وي قال لي اخويا 10 سنين وانا كنسرع ما عمر بط علي تدرب قلت له علاش ولي قهرني بخبز خبز وقلعه اتي نهار كامل كنت تمش توصل كوكا شي واحد اخر فين اصاحبي اش داك فيها اصاحبي بدا يخرف الاول بعد الثاني الثالث هو صيفط باه ولكن باه ترجل معاه خلعوا في الاول طاولوا له فلوس باش دخل ولدو السجن باش يدير عقلو حيت الدراري اللي قدموه دابا واش فرلو واش فرلو شفر له حولي وتصور دابا انت كتسرق باع جوج حواله باش يدخلوا الحبس حيت القصه عندي راه القصه الواقعيه راه حاضر ليا انايا تصور دابا انت سراح تصور انت كتسرع ولا في الغابه وفي الخلا هزينا وديناك حطيناك في شي سونتر زوين بحال هكا وكدا وين ملي كانت تبان الدنيا امريكا ترى الحماق ترى ما حلش في الخروف الاول والثاني والثالث تمشي كيبيعهم شي زعما تبا ولا كيحسب الابيلات يحسب الخرفان يدير 17 خروف ناقص شتبا واحد نهار قيطي قال له با قال له با قال له شكون هي هذه قال له با راه واحد خوت صاحبي وكذا وهادي طام كذب على با وكذا وهادي دابا كعرف خوت صاحبك لا والو قال له جلسي هنايا شنو بين لك وبين هذا السيد كيمشي كيمشي يخسر عليها فلوس يخسر عليها فلوس الدري مسكين ما عمروش في هذاك العالم شي جا شي حاجه وصافي با هو يصيفطو عطاه مسكين 7 سنين الا صاحبي 7 سنين حيت المنتج ديال بوفرقش كيفاش بوفرقش هو المنتج ديال الخرفان وديال البقر سميتو بوفرقش كيسرق بوفرقش دابا 10 سنين من حيت الطبيب تبدا عنده البقره خدام عليها كتحرم له الزيت ديالو ما كبير ولا لا ديرو 17 يطرا في النار كمسكين تيحلب فيها عطاو مسكين 7 سنين ومي دازت هو مسكين داز سوا هذا الرئيس قالو خلي الرئيس هو مسكين عانية حضر بوي في السيناف وكدا وهادي خلاو له حيدو له السو خلاو له عوية بوي حيت بوي سمع له قالي ماشي مسكين عاود الدري منين ضرب الحبس خرج رجع بسرعة رجع للحياة القديمة قديمة قال لي اخويا كشي كسبا غير صافي دارو يبا هو شتي كان شنو كان باغي كان باغي يتزوج ما قعدت يقول لبوي حيت الحجمه والحياه وكذا وهاد وصافي مني رسينا الامور درنا مع الوالد ديالو تلاقيت معاه قلت له جوز الطفل خليها صاحبي عاد يدري ملي يجي يتزوج ربعت لي ولاد 4 سنين كل عام ولد عاد يولد كما الكسر قال لي اخويا البلاد مزيان قال لي تيعاونوني ابو فرقاش عطينا جدك ولا ابو فرقاش دابا اصلي على البي يعني الواحد ما خصوش يشفر يشفر تليفون وما يشفرش حولي ولا تليفون اكثر من ابو فرقاش تيفرو ولا بحال كارت ناسيونال دابا قول لي باش